انطلقت قبل أيام المواجهة المسلحة بين الجيش النظامي السوداني تحت قيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائب رئيس المجلس الجنرال محمد حمدان دقلو المشهور بحميتي. هذه الحرب التي أشعل فتيلها الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية طمعاً بخيرات السودان المنهوبة أصلاً لصالح روسيا، حيث تنشط مرتزقة فاغنر الروسية وتسيطر على مناجم الذهب السوداني والذي يباع للإمارات. اندلعت هذه الحرب بتمرد من قائد قوات الدعم السريع حميتي وبدعم من الإمارات وروسيا على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والمدعوم من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. هذه الحرب الخاسر الوحيد فيها هو الشعب السوداني والذي خسر قبل سنوات جزءاً من بلاده تحت مسمى دولة جنوب السودان، وهو اليوم مهدد بتقسيم المقسم. فقد أقدم قائد قوات الدعم السريع حميتي وبدعم من محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات بالتمرد على قائد الجيش، وكان الهدف الغير معلن من هذا التحرك هو سيطرة الإمارات على السودان وجعله مكانا لنفوذها كما فعلت في اليمن، وأيضا محاولة إذلال وتركيع مصر، وخصوصا وأن الإمارات تعتبر مصر اليوم بقيادة السيسي دولة مريضة غير قادرة على الدفاع عن حدودها. وظهر ذلك عندما أسرت قوات الدعم السريع عددا من الجنود المصريين وتصويرهم وإذلالهم ورفض الإفراج عنهم، وقد حاول السيسي الإفراج عنهم بوساطة سعودية لكن الإمارات رفضت تلك الوساطة، الأمر الذي أغضب محمد بن سلمان. وبعدها زار السيسي بنفسه الإمارات وطلب الوساطة منها، وقد تم بالفعل الإفراج عن الجنود المصريين. وبعد الإفراج عن الجنود المصريين شعر السيسي بأن بن زايد تعمد إزلاله، فقام بالاتفاق مع السعوديين على دعم البرهان بالطائرات والجنود ليرد الصاع صاعين لبن زايد. وبالفعل أقلعت الطائرات الحربية المصرية وطائرات الشحن المحملة بالذخائر في محاولة لترجيح كفة البرهان في السودان. برأيكم هل تتحول هذه الحرب من حرب أهلية لحرب إقليمية؟ شاركونا رأيكم في التعليقات.